راسي عم يوجعني، حاسس حدا عم يضربه بالعصاية، رح موت منه. شو صار؟ شو ما رحت على الامتحان؟ يا زلمة على هالامتحان لا، رجعت واجعني راسي. من التوتر لا تتوتر كتير. مو بإيدي. هذا مسكن ألم؟ إلك هاد؟ مو إلي. خود على هالقصة. لا، وبيقولوا إنه الشمس ما بتغيب عن بيت الشخص صاحب الخير. أخي المثل مو هيك، إذا ما بتعرف لا تقوله وتخترع. مسكن آلام الأخوة. هاي تحميلة؟ لا ما بظن. مو كأنها كبيرة عن التحميلة؟ لا ما بظن، من كتر الوجع رح أخدها. ما في مشكلة. رح تأخدها؟ ماشي. غوكهان، كأنك جاي بكير. شو القصة؟ ها؟ تركت الأسئلة اللي ما بتعرفها فاضية؟ لك مين شرب هاد؟ لك غوكهان، أنت شو عملت؟ أنا كنت رح جربه وأكتب ملاحظات الآثار الجانبية وخوض هاي التجربة. حضرتك خربت كل القصة. أخي أخدته وخلصنا، كان راسي عم يوجعني كتير، شو فيها يعني؟ شو أخي، كأنك حابب تصير حقل تجارب؟ أخي أوجوز، بتعرف إنه معجزة كبيرة إنك وصلت لهالعمر ولساتك عايش؟ أخي راح الوجع كله؟ ليك رح قلن إنهم ينشروا بالسوق هذا الدواء، معجزة يا أخي. يلا باي. لوين يا عريس؟ بدي روح أحكي مع إيرام، أنا لازم أحكي معها، رح أنفصل عنها هالمرة أكيد. ما حدا بيقدر يلعب على سينانيور الماس. يا عيني. حلو. من وين طلعت الروح على أردهان لتكون جنيت أنت؟ لك عائلتها كلها هونيك يا علي، بدنا نروح نتعرف عليهم، رح نتزوج فورا، أنا ما عم بقدر أقول لا لهالبنت يا علي. يا أهبل، رجع لوعيك، شو عم تحكي أنت؟ سحروك ولا شو عملوا فيك؟ ما عم أفهم. غوكهان لتكون هاي من تخبيصاتها. يلا من هون ولك. لك أنا ليش حتى أروح على أردهان؟ ولازم أروح بالباص، بس أنا ما فيني أروح بالباص يا غوكهان. غوكهان، وهذا راح فيها. لك شو أردهان ما أردهان يا أخي؟ لك أنت كيف قبلت بهذا الشيء؟ لقوا فوقها لابس خاتم يا كازانوفا عصراك. أنا ما عم أقدر أقول لا لهالبنت، على الأغلب عملت لي سحر. إيه أكيد عملت لي سحر أوغوز، هيك قال لي. ما عم تقدر تطلع من إيدك؟ عم تشعني. كأنك أنت ما بدك تشيله. من جواتي بدي، بس من برا في شيء عم يقلي استنى. وي بابا نوري الغالي. مين هاد؟ مرحبا، أنا أحمد جولتيكين، صاحب هذا البيت. بدي تفضولي البيت وفورا. أحمد بيك. هدول المجلات كانوا لإلك؟ ما عم صدق قديش ذوقنا متشابه. بخصوصي صفحة 8 من كل عدد، صدقني بتجنن عن جد. وجوز سكوت، هلا وقتك. سمعنا شوي. كيف يعني نحن استأجرنا البيت من إرجومين صابر؟ البيت إله. مو البيت إله؟ بلا. لا، هو صاحب البيت. فضوني البيت فورا. ايوه رحنا فيها هالمرة. يعني شو رح نعمل هلا؟ اوه عثمان اغا، ليكو نسي الباب مفتوح وراح. شايفين؟ مين هاد؟ احمد جولتيكين يلي عم بيحاول يخرب مسيرتي المهنية. كيف يعني؟ مسيرة شو؟ هاد بيكون أخوها لمرتي المرحومة. أي مرحومة منهم يا ترى؟ أيتان. صاحبة هذا البيت هي المرحومة أيتان. هو كان أخو مرتي أيتان، وكمان هو بنفس الوقت كان رفيق المقرب ورفيق دربي
وأخي بالمعارك. أنا بكرهك وبكره الأرض اللي بتمشي عليها. شو صار له تحول؟ شكله رافية. شو يعني؟ ولمين هالبيت هلأ؟ والله أنا ما عاد فهمانة شي بالمرة، الوضع كل ماله عم يتعقد. أخي كان ضروري تتصل بالشرطة؟ شو لداعي الشرطة تجينا هلأ؟ يعني صح يلي عملتو؟ هلأ ما عاد رح نعرف نحل مشاكلنا بين بعضنا أبداً. من كم سنة؟ ونحن رفقات حضرة الضابط؟ أنا حضرة الشرطي سيدي، أنا والله بريء وما عملت شيء، ما في شيء، ما لي حركات غريبة، صدقني أنا محترم كتير، والله محضر الامتحان إلو، والسنة الماضية حبستوني، بس والله أنا كنت مظلوم. شو عم تحكي أنت؟ عم لك حبسوني السنة الماضية حضرة الضابط. شو بلشت تطلع الآثار الجانبية للدواء، يعني عم يهلوس هلا. تمام، أنا ما رح أعمل أي غلط مرة تانية، صدقني ما رح أعمل أي غلط، والله رح كون ملتزم ومؤدب، حتى يلي بيعمل غلط الله يلعن. خلص تمام تمام، اهدى، خلص اهدى اهدى. وشو رح نعمل هلأ معه؟ خلونا ناخده على المشفى. ايه والله بيكون أحسن، وضعه سيء كتير. تمام تمام، فهمت عليك أخي نور الدين. تمام، يعني أنا رح خبره هلأ، بس ما بعرف إذا هو رح يفهم علي أو لا. آه طبعاً أخي، هيك بتمشي الأمور، كله في ده العمل بالنهاية طبعاً يعني. إيه فهمت، تسلم تسلم، ماشي ماشي ماشي، يلا مع السلامة. الله معك. تمام أخي، عم يقول إنه ممكن التأثيرات الجانبية تدوم لـ24 ساعة أو ممكن لـ40 ساعة وبعدين بيمشي حاله. ومين اللي عم يقول؟ هذا نور الدين، هو اللي بيشتغل بهي الأدوية، هنن 4 إخوة. وهن بالأصل مناح كتير يعني، ومسمين الدواء الإخوة لأنه بيحبوا بعضه. ليكوا على هالمصيبة اللي جبتوه على راسكم. أخي ما قال شي تاني؟ آه مبلا، هو قال شي تاني، قال إنه الوقت هو كفيل يصلح كل شي، أنتوا تركوها للوقت ومع الوقت كل شي بيتصلح. ها ليكوا إجا، أنا بفتح. روحي. أنت استنى، لوين رايح؟ رجع عود محلك يا أهبل. أهلا وسهلا. خلاص ما اسكتوا، اسكتوا لو سمحتوا. رح اشرح لك. انت صابر؟ صابر ارجمانت صابر صابر. عم تفهم علي؟ أيوة، وهذا تأثير جانبي جديد لازم أكتبه، صعوبة بالكلام. شوفوا يا أولاد، هذا البيت لأختي المرحومة واسمها إيتام، كنت رح أسكن فيه مع زوجتي المرحومة وهي كانت تحب هالبيت كمان، وأختي قالت لي إلك الحق بهالبيت. وشو صار بعد أخي؟ استنوا أنا رح خبركن من الأول. كان ناقصنا بحياتنا مؤامرة وهلأ جت على رجليها. ما تواخذوني يا شباب، أنا مشكلتي مو معكن، مع إيرجيمانت. طيب يا أحمد قلتي كيم بيك، يا عمي ما في حل لهي القصة يعني. بس يا عمي نحن شو دخلنا بينك وبينه؟ شو فينا نعمل؟ خلوا إيرجيمانت يجي ويعتذر مني، ما في غير هالحل هاد. عمك إيرجي، يلا يلا أخي، شو عم تعمل؟ أخي أنت ولد صغير شي، لو سمحت تعال هون. يلا أخي إيرجي. يلا أخي. أخي بترجاك لا تعمل لنا مشكلة، نحن منحبك ومنحب هالبيت كتير، لو سمحت رجاء. وهاد أساساً أول بيت لنا. يلا أخي إيرجي. هو جوا؟ إيه قاعد جوا. يلا امشوا لكان. لك وين رحت؟ ايه بتحبوا نبلش؟ مين هاد؟ يا براك برأيي لا تتدخلي لأنه الجو متوتر كتير أصلاً. كبران كتير. شوفوا مين عم بيحكي.
شعرك مثل غزل البنات تبع أزمير. مو أزمير يا ابني، أزميت أزمير. على أساس بيعرف كل شيء. قديشك بتحب تصلح لي؟ طبعاً بعرف، ومن زمان كتير بعرف. كان بدك تتزوج أختي بس كرمال أملاكها ومصرية، وأنت كان بدك تمنع زواجنا. كم سنة وعشنا سوا وما قدرت أعطيها لأختك كينيتي. يا وقح، أختي ماتت وما كانت تحكي معي بسببك، وأنت دمرت مسيرتي المهنية. منيح أني دمرتها. النسخة الوحيدة للديوان الشعري كانت مع هاد، بس هذا الحقير ما قبل يعطيني إياها. ما حدا غيرك حقير يا ناكر. قعدتهم بتذكرني بالمنتديات المفتوحة. ما قدرت حتى أقرأ شعري بالشوارع. أنت بدك تعتذر مني. ما رح اعتذر. بدك تعتذر. 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 توترت الاجواء. بدك تعتذر. بدك تعتذر. ما رح اعتذر. بدك تعتذر. ما رح اعتذر. بدك تعتذر. هداك الكتاب كان كل حياتي، وانت سرقت حياتي مني. هلا اطلع وانقلع من حياتي. يلا يا براك، انت روحي ما تتأخري على درسك. لا ما بصير، ماني رايحة لأي مكان قبل ما تنحل هاي المشكلة. نحن الشعر اقنعوا. فهمتوا؟ جوكان أخي لا تضغط على حالك، مو شايف مانك قدران تحكي؟ يا ترى شو عم يحكي هاد هلا؟ شي بزعل حبيبي؟ جاي اجيت. فيك تجيب لي موي لو سمحت؟ طبعا حبيبتي، ثواني. بعدي حبيبتي بدها مي. يلا. قديش خروق؟ بعدي. شكرا لك. انا اللي بتشكرك حبيبتي. سنان، هاي المخلوقة ليش لساتها هون؟ وانت ليش عم تعمل شو ما بدها؟ معقولة انت؟ وانا كمان ما عم افهم يا براك، والله ما بعرف عن جد، يعني ما عم افهم انا ليش عم اعمل كل شيء بتطلبه مني. ما بعرف بنوب، في شيء شيطاني بهالبنت، في شيء شيطاني، انا متاكد من هذا الشيء. هاي انا ليش رحت على اردهان يا اخي؟ ها رح اروح على اردهان. لا يا اخي، انا عرفت كيف رح خلي اخي ايرجي يعتذر. كيف؟ بما انه هالكتاب كتير له قيمه، رح نلاقي الكتاب وبعدها رح نخليهم يتصالحوا سوا. حلو. كتاب. لك انت استنى يا اندرويد، اهدى شوي. انا رح اجيب جاكيتي. حلو، معناها امشي على المكتبات وعلى كل محلات الكتب، ورح ندور للمساء. رح ندور للمساء يا شباب ورح نلاقيه. يلا. لا ما رح ندور، انت استنى شوي. انت رح تروحي على درسك. لا انا على الحالتين راسبة. شو انت نسيت؟ ما نسيت هالشي. لا عم دور على هالكتاب من فترة، وما خليت مكتبة باسطنبول إلا ودورت فيها. يعني أنت بتحب القراءة كتير يا ابني؟ إيه كتير الصراحة. كنت عم دور عليه لرفيقتي، ومشان لاقي النسخة الأصلية بعثت إيميلات كتير، بس ما كان حدا يجاوبني. أيوة تمام ماشي، أنت روحوا على البيت، بقي عنا آخر مكتبة، سنان بيعرفه منيح، جينا لعنده ورح نسأله. تمام. شو صار؟ راح تأثير الهلوسة عنده. ايه هاد خبر حلو. ايه خبر حلو، بس الشاب صار أعمى. طبعا أبشع. بشع. لأنه ضاع بالشارع وتقاتل مع السياح اليابانيين وهجم عليهم فوقه، وجوز فرق بيناتهم. اخ يا علي اخ، بس نحن ما كان لازم نطالعه من هذا البيت بهيك حالة ابدا. على كل ليك اخي ليك، هذا العم محرم بياع كتب قديمة كتير، بزماني انا اشتريت من عنده ملصق للعراب. اخ عيونه ما بتشوف، صار أعمى من كتر القراءة يا حرام. ايه يلا لنشوفه للمحرم تبعك. امشي. هاد مو تونة؟ كأنه العم محرم يلي ما بيشوف بعيونه عم يعمل عملية لعيون تونة، ما هيك؟ ايه فعلا عمي محرم؟
كان في شغلة فاتت بعينه وأنا عم حاول طالع له إياها. أنت بتشوف بتشوف ليكك عم تشوف عم تشوف ضحك علي يا علي وخدعني عن جد. عمي محرم قلت لي إنه عيونك ما بتشوفه وزودت علي من 50 ليرة لخمسمائة ليرة، مو عيب عليك أنت بهالأمر؟ هي اسمها تجارة يا ابني، يمكن بكرة قال لك ما عم اسمع. أخي ليش هالكتاب كتير مهم؟ أعطينا يا طيب. ما فيني إرجي من صابر شارو غير لي كل حياتي، ما فيني إلو عندي قيمة معنوية. أنا فقدت إيماني بالأدب تماماً. وأنا كمان، لأني بعد ما قرأت كتاب هالشعر لا حدا يجي إلي إنه في شعر بالعالم من بعده. يا ربي دخيلك أخي، مندفع لك قد ما بدك بس أعطينا الكتاب. شو قلت لك؟ قلت ما بقدر. هلأ كنت عم تقول تجارة يعني عم تكذب علينا. هاد شي تاني، هالشعر قرأته لمرتي المرحومة. اللي بيسمع هاد الشعر مستحيل يحب شعر غيره. أخي هاد ليش قاعد هون؟ لك هاد شو عم يعمل هون؟ فعلاً أنت ليش هون؟ تعرفت على صديقة بالكافيه اسمها إيرام، وهي بتحب هالكتاب كتير. هاي إيرام تبعي، إيرام خطيبتي. أخي هاي إيرام حتى على الفيلسوف قدرت تضحك عليه. شو هالبنت الخطيرة هاي يا الله. لك ضلينا عم نقنع الزلمة 10 ساعات وما قبل يعطينا الكتاب. شو هاد يا؟ يعني شو هالكتاب هاد؟ وشو هالأهمية والقيمة الكبيرة يلي لقاله؟ أنا ما عم أفهم. بس ليك أنا قلت لكم هذا إيرجي ممكن يكون ولي أو شي شغلة. وجوز الزلمة في شي بعقله، مضروب راسه، كيف رح يكون ولي يعني؟ بسبب 2 مجانين تقلعنا من البيت. اجيتوا يا أخواتي؟ لك أوجوز شوف لوين وصلت حالة الولد. جوكان قديش هدول؟ طلع لهون لشوف. ما في فايدة. استنى شوي. هي اجت كمان، أكيد رح تطلب منك شي. جوكان ليك، ممكن تروح على المحل اللي ورا الشارع؟ محل شو يا؟ أنت مجنونة؟ مو شايفة إني ما بشوف ولا أنت عمياء؟ خلص بقى، ما كانت تنتهي طلباتك من الصبح. خلي عندك شوية كرامة. أنا صار لي ساعة عم دور على الحمام، وهي بدي يعني روح على المحل جيب لأغراضها. مو لهالدرجة. يا الله دخيلها. كيف صار هيك؟ أول مرة حدا بيقول لا لإيرام. لقيتها أخي، والله لقيتها. أنا لقيتها. جوكان هاد العمى مؤقت ولا دائم؟ جوكان؟ أنت متأكد إنه بيمشي الحال؟ إيه؟ أخي البنت مثل المنجمين؟ منجمين؟ إيه منجمة؟ أنت ما شفت كيف ما قدرت تتأثر بجوكان وضلت واقفة مصدومة؟ يلا لنجرب لكان. محرم بيك؟ عمي محرم؟ هاد انتو مرة تانية؟ ما رح أعطيكم الكتاب يا ابني، إيلو عندي قيمة معنوية، أمانة عندي هاد. هلأ رح تشوف. يلا ناديله. إيرام اطلعي هلأ. تاجر محرم بيك؟ بيع كتب. بيع الكتب محرم بيك؟ بلاقي عندك كتاب شعر للشاعر إرجمند صابر، وإذا عندك فيني أخده؟ طبعاً بنتي. بتحبي غلف لك يا هدية؟ قولي لا 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 شكراً إلك. أخي والله هالبنت منجمة كبيرة، ما قلت لك؟ راسي شوي. أخذنا الكتاب. إيه تمام. أخذنا. لا تطلع لا تطلع لا 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 لا. وأنت لا تطلع. أخي شو عم تعمل أنت؟ لازم نسكر عيون البنت، نسكر عيونها مو عيوننا. غطيهم. شكراً. بلشت ترتخي عضلات وجهه. حلو، وهي نتيجة. شو بتقول تفاجئوني؟ جارتنا الحلوة؟ جارتنا هون؟ هون ولا مو هون؟ لا اللي جارتنا هون ولا لا؟ لا جارة ولا شيء، عود هون. جارتنا الحلوة. تعال. لا تشيب ايدك، عود هون. على مهلك افتح عيونك. لا أخي هون، عندك. دورت عليه كثير، دورت عليه كثير وما لقيته، سألت عنه بكل مكان. ذكريات شبابي بين هالأسطر. ما عم صدق، ما عم صدق. يعني الإنسان ما بيعرف قيمة الشيء لحتى يفقده. شبابي.
حبي وعشقي ورفقاتي كمان. الواحد بيعرف قيمتهم بس يخسرهم. بس يخسرهم. انتوا عم تضحكوا علي من وراي، بعرف الشيء. لا اخي، معقول هيك شيء يا اخي؟ مستحيل. واكيد عم بتقولوا عني مش لا ما بصير. لا لا يا اخي مستحيل. ماشي خلص خلص، تمام تمام، بتصير بتصير، بفهمكم، بصير عادي هيك بعمر الشباب. ما انا اساسا ماني انسان طبيعي، بس انا شو ذنبي؟ ها شو ذنبي؟ كسروا لي قلبي، كسروا لي قلبي من جوا كثير، كسروا لي قلبي. وإلا مين بيحب يصير معه هيك شيء؟ ها؟ كسرت لك قلبك كتير. هاد الكتاب وهاد الشعر كل شيء بالنسبة لك، وأنا اللي أخدته منك وعطيته إياه لبياع الكتب اللي ما بيشوف. صراحة أنت كمان مالك ذنب، أنا ما قدرت أقنعك منيح بمشاعري وما قدرت أشرح لك عن مدى حبي لأختك أيتان. ليك كنت حاطط هاي بقلب الكتاب. شو عم يصير هون هلا؟ والله ما عاد فهمت شيء، رح أبكي. تأثرت كتير، شو هذا؟ والله وأنا كمان مو قدران أضبط حالي، رح أبكي، مو قادر أمسك حالي بصراحة يعني. أغلقوا الأواني بالجبن المتعفن، البحيرة مظلمة للغاية. وعدتك ألا أتكلم كلاما سيئا أو جارحا. الساقين المعوجتين والشفاه الممتلئة، مجموعة من المواقف، كل شيء ينتهي وتبقى الأملاك فقط. شو ها؟ شو هالشعر هذا أخي؟ رجعت بردت مشاعري. اشتقت لك كتير يا أخي إرجمانت. وأنا كمان كثير اشتقت لك. سامحني يا أخي. جمعتوني برفيقي القديم والغالي. أنا ممنون لكم كثير. فيكن تبقوا بالبيت يا شباب. رجعت حليت مشكلتنا مرة ثانية. أخي أحمد كمان نحن ممنونين لك كثير. والله شكرا. بس الأجار لإلي لسه يكون بعلمك. الصراحة أنا كثير مبسوط منكم هلا، بس مشيت. الأجار رح يبقى إليكم. إيه كتابي. صوت الكلارينيت ما عم يطلع من راسي يا شباب. فكرة باقة الورد ما نجحت، وكمان الكلارينيت ما زبطت، كيف رح نصالحهم؟ يعني شو لازم نعمل معهم يا؟ ما فهمت شلون ما نجحت؟ شلون شغلة الورد ما نجحت؟ يعني بالعادة نسبة نجاح الورد 99.8%. وأنت ما لقيت بكل الأسماء غير ورد؟ ولسه عم تسأل؟ وعم تقلي 99.8؟ لو ما حضرتك كتبت شيء كان في فرصة إنه ننجح، تعرف هالشي؟ طبعاً 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 طبعاً، لأنه فكرة الكلارينيت تبعك كثير كانت ناجحة. شو بدكم يا شباب؟ أنا بس بدي إنه ما نتخانق بنوب. أنا بدي همبرجر، بس بسرعة لو سمحتي. ماشي، رح حضره فوراً. خلص شباب، ما تلوموا بعضكم، أصلاً هنن ما عم يحترموا رغبات بعضهم وما عم يعطونا فرصة لحتى نساعدهم. لك إيه هاد هو؟ عفواً أنا آسف، كنت عم جاوب، قلتي ما عم يعطوا فرصة. إيه، عم اسمعك. كانت ماما ضلت تحكي لي كيف أول ما التقوا بالجامعة وكيف حبوا بعضهم وشو الأكلات اللي كان بابا يطبخ لياهن، وهلأ شكلهم نسيوا كل شي بيناتهم. خلونا نذكرهم. إيه خلينا نذكرهم. أمك كانت تحكي لك عن الأكلات اللي كان يطبخهم؟ معكرونة مع الصوص، هلأ عن جد بيعملها كتير طيبة، بس كان بيعجق المطبخ وقت يعملها. حتى بوحدة من هاي المرات بابا تقدمنا للماما. واو، عن جد. معناتها إذا عملنا له نفس هداك الجو، ليش لحتى ما يمشي الحال؟ هالصبي عبقري ما شاء الله. هاد أنا منيح، بس إذا نحن ما عم نقدر نجمعهم وما عم يلاقوا لغة مشتركة بيناتهم، كيف رح نجمعهم يا؟ روح 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 كوكان كارديمين، روح. 40 من 40. برافو عليك. أنا آسف بس كنت كتير مبسوط، لا تأخذوني، يمكن اتحمست زيادة. ما عم يلاقوا لغة مشتركة. إيه إيه ما عم يلاقوا. كنا عم نحكي عن المعكرونة. شو هاد؟ قررنا لا تشغل بالك. ماشي كفي.
خالي أويا تعالي على البيت بسرعة يا براك، تعبان كتير. ايه الو الو عم تامر، يا براك كتير تعباني، تعال على البيت بسرعة. ماشي ماشي ناطرينك. تمام. طيب يا شباب خلونا نروح على البيت بسرعة ونجهز كل شيء. يلا. لك هلا بلا ما انا رح اكل. يلا جوك هان رح ياكل. يلا روح انت روح. صحة وعافية جوك. صحة على قلبك. تعالي لعندي. ما في صوت ليكون صاير شيء. انا قلقانة ولازم اشوف. وانا معك. ما بصير تركيه. معلش تركها تركها تركيه. حل عنا يا نظرة صغيرة. عائلتي الحلوة. اطلع على عصافير الحب كأنه عرسان جداد. حبيبتي نزعتوه للزلمة، نزعتوه دفنتوه هو وعايش، والكلارينيت تبعه دفنتوها بالأرض، قصدي بالمقبرة. ماما بابا حبيباتي. ايه عن جد لا تواخذنا يا ابني، انا كثير ضايقتكم. لا ابدا خالي اويا، بس يعني انت خوفتينا شوي. بتصير هيك شغلات احيانا، خناقات صغيره. 25 سنه مانن قلال. صار لكم سوا من ايام الجامعه؟ ايه احيانا كان يجي على قاعتي بس لحتى يشوفني، واحيانا يوقف ويشوفني من بعيد. وانت كمان حبيتي؟ كثير حبيته. لما شفته اول مره قلت رح اتزوج هذا الزلمه. تعرف هذا هو الحب يلي من اول نظره. انا عشت هالشعور. هالشعور حقيقي. عمك تامر ركض وراي كتير، هو كان كتير عنيد، بس أنا كتير مبسوطة لأنه عمل هيك. أصلاً ما كنت بتخيل كيف رح تكون حياتي بدونه. وأنا؟ نعم؟ خالي ممكن أطلب منك طلب؟ إيه أكيد ابني. محتاجة هاد شي؟ لا، إذا كنت محتاجه بتقدر تاخده. محتاجه بشغلة كتير مهمة. إيه طبعاً. هيك الشباب. شو منعمل؟ هيك الشباب.